بحضور سمو الشيخ فيصل بن راشد بن عيسى آل خليفة نائب رئيس المجلس الأعلى للبيئة، نائب رئيس الهيئة العليا لنادي راشد للفروسية وسباق الخيل، عضو المجلس الأعلى للشباب والرياضة، نظم نادي راشد للفروسية وسباق الخيل هذا اليوم السباق 21 لهذا الموسم. السباق أقيم على كأس سمو الشيخ فيصل بن راشد بن عيسى آل خليفة وكأس نجله سمو الشيخ عيسى بن فيصل بن راشد آل خليفة وكؤوس اللكسس المقدمة من شركة إبراهيم خليل كانو وكأس المرحوم حسن بن صالح الرويعي للجياد العربية وكأس شركة مزاد، وذلك على مضمار سباق النادي بمنطقة الرفة بالصخير. كما حضر السباق عدد من أصحاب السمو وممثلي الجهات الراعية للسباق وجمهور من محبي رياضة سباق الخيل، وتم تتويج الفائزين بكؤوس السباق، حيث قام سمو الشيخ فيصل بن راشد آل خليفة بتقديم كأس سموه إلى الملك الفائز سمو الشيخ سلطان الدين بن محمد بن سلمان آل خليفة، كما قدم سموه كأس سمو الشيخ عيسى بن فيصل بن راشد آل خليفة إلى سمو الشيخ سلمان بن محمد بن عيسى آل خليفة، فيما قدم السيد نسيم حسن بن صالح الرويعي كأس الشوط الأول إلى المضمر الفائز يوسف طاهر، فيما قام السيد عيسى كانوا بتقديم كأس اللكسس للشوط الثالث إلى مساعد المضمر الفائز رائد البعينين، وكأس اللكسس للشوط الرابع إلى مساعد المضمر الفائز إسحاق مراد، وكأس اللكسس للشوط الخامس إلى الفارس الفائز ستيفن لاجج، وكأس اللكسس للشوط السابع إلى الملك الفائز حسين إبراهيم العفو. ثم قدم السيد طلال العريفي الرئيس التنفيذي لشركة مزاد كأس الشوط السادس إلى سمو الشيخ سلطان الدين بن محمد بن سلمان آل خليفة.